مرحبا جميعا، رجعت لكم بفيديو جديد وموضوع جديد. لعبة Last Day on Earth Survival كتير عالم حكوا عنها، اللعبة خرافية، نزلت من شي أسبوع. طبعا اللعبة فيها مشكلة عدم مشي الشخص، فمشان نحل هالمشكلة لازم تنزل برنامج هوت سبوت شيلد وتفوت على الخيار، انه تفوت على البرنامج، تاب ذا بوتون تو ستارت كونكشن. بتكبسها وقت بتكون اشتغلت، بصير عندك هيدا المفتاح، هيدا يعني خلاص مشي الحال، بتفوت على اللعبة وبتستمتع وبتلعب. وبتمنى تكون اعجبتكم الفكرة، وهلأ هلأ هلأ 50,000 لايك. امزح طبعا، هلا انزل وفجر المقطع لايكات. اللعبة بتعمل لودينج لتفتح، ما هي اللعبة. هي هاي فيها زومبيز، انا بعد ساعتين بيجي عبيتي هجوم زومبيز. طبعا هاي اللعبة راح نكبس انتر، هاي هي اللعبة. نفتح الباب، عندي بالصندوق هودي، نرجع نفتح هذا الباب، عندي هاو، عندي هاو، انا بعدني مبتدئ باللعبة، عندي هاو، بعدني طبعا مبتدئ باللعبة، وعندي هاي، وكان عندي دروع من شوي بس تكسره، مثل ما تكون شايفين، وعندي هون بدي ازرع بس هلأ بعد شوي. طبعا هاي هي اللعبة، هلأ بنكون اخذنا ايرون، وبعد ما منجيب الايرون او الحديد منحطه هون، منحط معه شوية خشب، بصير قطع تقريبا مثل ماينكرافت لما بتحطه بصير بالفرن، بتحطه بالفرن وبصير شو اسمه. عندي هاي شوية منكملها، طبعا انا عندي 3 فرود انكسروا 2 وضل واحد، والفرد كتير منيح. ساعتين وبيهجموا عليه الزومبي، وأفضل طريقة ليطلع ليفلك بتقتل الزومبي. تصوروا هجم عليك عبيتك 20 زومبي، وكل واحد بيعطيك 50 وحدة، وإذا قتلتوا 20 واحد ضرب 50 حسبوه عدد خرافي. طبعا عندي أنا بعد ما عندي إيفنت، بس تجيني الطيارة أو شي بروح وبجيب اللي هو شو بدي أقولك، انه هاي الاغراض تبع شو اسمه، بس اذا اجينا لهون منلاقيهم، في احتمال كبير انه نلاقيهم. طيب احنا ما نجي بالراكض، فينا نجي ماشي بس بتاخد معنا وقت، وما بدي زهقكم او اقطع الفيديو، فعندي انا انرجي لاجي. ها هي اللعبة، وهذا المعسكر أنا فتت عليه من قبل، في موارد خرافية ما صورت عنه حلقة. رح نحتاج هاي، دروعة طبعا، دروعة دروعة دروعة، البسهم البسهم، و
ونحتاجها. هي ما نحتاجه، هي للأكل بس، راح جيبه بلكي جات. وأكثركم يسأل هذا كيف منجيب له الكود بالتحديث الجديد، راح يعملوا شيء وراح تلاقي الكود. مستحيل لي أي شخص عارف شو الكود، ما في شي هون منعوزه. معقولة؟ لا 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 هاو منعوزن أسلحة. هيدا منعوزن. ورح أرجع بيتي أنا أو منطقتي. وطيت صوت لعبي شوي لأنه عم يزعجني. طبعا إجا في صندوق، بس هلأ ما رح روح لأنه ما رح تكفيني الإنرجي. أنا متأكد ما عاد معي غير 12. بس الصندوق وين؟ وين الصندوق؟ لك وين؟ بس ما رح يكفيني. في احتمال 20% اقطع الفيديو وروح ارجع اجي، يعني شي ساعتين القصة. فمفكر ما اقطع الفيديو واعملها. حاليا جبنا كم غرض للمشي، هالشي اللي جبناه اسمه سي بي راديو، ما بعرف هي كانوا كاتبين فور تريدينج اند اكستشينج، يعني التجارة وهيك اشياء. رح نطبق هايدي وهايدي، بعد بدها قطعة، وهي بعد بدها قطعتين وبتكمل. فبالحلقة الجاي رح فرجيكم كيف بدك تشي. مثلا كيف بدي لك بعملها قدامكم، فلانه هلا ما عندي كتير شو بدي اقول لك، شو بدي اقول لكم، عندي انرجي وبتمنى تستفيدوا من هالشغلة اللي رح اقول لكم اياها. اللعبة عملوا دور ذكي جدا، ركز معي. إذا بتنتبه كل مرة شو بيصير؟ مثلا بس روح من مطرح لمطرح وما يقعد معي إنرجي، بحطولي شي، يا طيارة يا صندوق مكسور يا شي يا إيفنت، وأنت ما معك إنرجي. فلا تروح بدك إنرجي. انتبه، هني بيعملوا نقطة حلوة، كل هي بس مشان تشتري أنت من المصاري. المصاري مستحيل تجيبها من شي غير انك تشتري العرض، وانا هلا ما في اشتري العرض. هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع، ما تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامة.